menangkap ketua kampung untuk kamu baca doa. Dipersilakan dengan hormatnya. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها من الحاجات واطهرنا بها من السيئات وتنصرنا بها إنك على الدعاءات وتبلغنا بها السموات والخيرات في الحياة وعلى الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا